أيها الأفاضل، إن الشباب هم فخر اليوم وقادة الغد وأمل المستقبل، وعلى أكتافهم تقام حضارات وترفع أمجاد. ولقد اهتم الإسلام بالشباب اهتماما جادا ووجههم توجيها سديدا، وهم عماد الأمم. وصدق من قال: إذا أردت أن تعرف ماهية الأمة وحقيقة أمرها فلا تسأل عن ذهبها وبترولها ورصيدها المالي، ولكن اسأل عن شبابها. فإذا رأيته شبابا متدينا متمسكا بقيمه الأصيلة منشغلا بمعالي الأمور، فاعلم أنها أمة جليلة القدر، رفيعة القدر والجاه، قوية البناء. والحمد لله الذي أكرمنا بعائلة أصيلة تفتخر بانتمائها إلى الإسلام العظيم، وتعتز بأنها من أمة محمد أمة العرب، عائلة تعرف أو تعرف بكرمها وشهامتها وعفوها وحبها للعلم وأهله. وقد صدرت الشباب فيها لحمل لواء العلم والعمل، فكان اتحاد شباب عائلة الأصل هذه الكوكبة من الشباب الذين ورغم انشغالاتهم المختلفة في مهنهم وأعمالهم، إلا أنهم أخذوا على عاتقهم خدمة عائلتهم وتقديم كل مفيد ونافع. فمسيرة عطائهم مستمرة منذ تأسيس الاتحاد في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وما هذا الاحتفال إلا واحدة من ثمار عطائهم. الكلمة الآن لعائلة الأصل واتحاد شبابها، يلقيها بالنيابة عنهم الأستاذ الفاضل إسماعيل الأصل أبو محيي، رئيس بلدية القرار حاليا والمحاضر بالجامعة الإسلامية لما يقرب من 30 عاما، فليتفضل على بركة الله. رب العالمين، والصلاة والسلام على النبوي رحمة للعالمين، وبعد. أحيي الحضور الكرام، الآباء والأمهات، الضيوف الأكارم، أبناءنا الناجحون وبناتنا الناجحات كذلك، نحييهم جميعا، ونحيي من وصلته دعوة الشباب فحضر. وأنا أمثل العائلة الآن وأمثل الشباب، وإن كانت اللحية بيضاء، فالرجل ليس بمظهره وإنما بجوهره. ولقد قال الشاعر: سني بروحي لا بعد سنيني، فلا أسخرن غدا من التسعين، عمري إلى السبعين يركض مسرعا والنفس ثابتة على العشرين. فأنا أتحدث اليوم بلغة الشباب وبلسان الشباب للحاضرين من الشباب والشابات. نشكر أولا اتحاد الشباب الذين ابتدوا هذا العمل وحملوه على أكتافهم منذ عام 95، يبقى مضى على عملهم 22 عاما، يشاركون العائلة في أحزانهم وفي أفراحهم، ولا يتأخرون عن أي مناسبة عند العائلة، وهذا ما يشهد به الجميع وما نراه بأعيننا في كل مناسبة. فجزاهم الله عنا وعن العائلة كل خير إن شاء الله تبارك وتعالى. والشكر موصول لجامعة غزة فرع الجنوب التي رعت هذا الاحتفال وافتتحت مقرا لها على أرض عائلة الأصل جنوب مسجد أم سالم، فأهلا وسهلا بممثليهم بيننا. وهذا الفرع فتح في خان يونس أو في منطقة الجنوب لأول مرة بعد أن كان مقرها الرئيسي في شارع دولة في غزة. ولا أنسى أن
عبد الكريم أحمد قاسم منصور الأصل، ويشاركون الآن ويجلسون بيننا، ومنهم الدكتور أحمد عبد الكريم الأصل من قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الإسلامية، وصاحب هذه الصالة أخوه أشرف عبد الكريم الأصل. وبهذه المناسبة فقد سمى إخواننا في اتحاد شباب العائلة هذا الفوج من الناجحين والناجحات كما ترون فوج الأقصى، ولهذا الاسم معناه ومغزاه خاصة في الفترة الحالية، ولقد شاهدتم بأعينكم على شاشات التلفزة كيف ثبت أهلنا في منطقة الأقصى ومن الضفة الغربية ومن داخل الخط الأخضر، وهم يقيمون الصلاة على أبواب المسجد الأقصى يوم أن أغلقه الاحتلال لمدة أسبوعين كاملين، ولم يتراجعوا إلى أن دخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وسنتبر عما قريب ما فعله اليهود إن شاء الله تتبيرا تحقيقا للنبوة القرآنية التي ذكرت في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بالفعل بعد حرب 2014 الأخيرة قالت السيبي لابني بالحرف الواحد إن وزيرة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت إننا نحتاج إلى سنوات طويلة حتى نغير صورتنا أمام العالم. إذن حصلت الإساءة لوجوههم وهذه النبوءة الأولى، ولعل دخول المسجد الأقصى من غير البوابات الصغيرة والبوابات الإلكترونية وعدسات المراقبة إشارة إلى الدخول الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى إلى المسجد الأقصى. نحن نتأمل أن ندخل جميعا المسجد الأقصى عما قريب إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك تأتي عملية التدمير التي بناها اليهود طيلة السنوات الماضية وبرعاية دول العالم والوقوف إلى جانبهم. سيحدث هذا بالتأكيد وسنراه كما يرى بعضنا بعضا في هذه الأيام. ولذلك فإن الناجحين والناجحات الذين سموا بفوج الأقصى هذا اسم جميل، وأبارك لهم هذا النجاح الذي جاء متزامنا مع دخول أهلنا في الداخل إلى المسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا فاتحة خير لنا جميعا. أبارك لأبناء الناجحين وبناتي الناجحات في الثانوية العامة، وأتمنى لهم جميعا مستقبلا زاهرا في الدراسة في جامعاتنا الفلسطينية المختلفة، والجامعات تعتبر منارة للعلم والتعليم. وديننا الحنيف ابتدأ أول كلمة في القرآن الكريم بكلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي يعين على القراءة هو الله تبارك وتعالى، والذي يعين على الدراسة هو الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الخطاب للنبي أولا ثم للأمة من بعده إلى يوم القيامة للحض على التعلم والتعليم، وشتان بين العالم والجاهل. العالم يعطي للأمة، أما الجاهل لا يعطي إلا ما نظر، وشتان بين
يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال. ولذلك بعد المباركة للناجحين والناجحات أشد على أيديهم جميعا وأقول لهم عليكم أن تتضافر جهودكم وأن تسهروا الليل والنهار حتى تشرفونا يوم أن تتخرجوا من الجامعات بمعدلات عالية، وأصحاب المعدلات العالية هم الذين يتم تعيينهم في المؤسسات المختلفة. أما اللي بحب النبي زود بظل يعرج ويمشي طريق عوجة وربما يلاقي يلاقيش في آخر الطريق. لذلك أوصي الخريجين والخريجات من الثانوية العامة بأن يبذلوا الجهد الأكبر في الجامعات حتى يصلوا إلى المستوى المرموق الذي نطمح أن يكونوا فيه. الآباء والأمهات، وصيتي لكم إن الناجحين والناجحات لا يقضون في المدرسة إلا ما بين 4 إلى 5 ساعات، أما 19 ساعة أو 20 ساعة فيقضونها عندكم في البيوت، وهذا النجاح بسبب مراعاتكم لهم أثناء دراستهم وبذلك تفوقوا. ولذلك أقول عليكم منذ صغر أولادكم وبناتكم أن تدفعوا بهم إلى المساجد وأن تربوهم تربية حسنة، لأن المسجد هو الذي يحصن، وأعداؤنا وأعداء ديننا يسابقوننا على اقتناص أولادنا وبناتنا. ولذلك أقول عليكم التربية الحسنة منذ الصغر ومراقبة الأولاد والبنات منذ الصغر وتوجيههم التوجيه السليم، لأن غاية لأن غالب وقتهم يكون عندكم في البيوت. ونقطة ثانية، لا تبخلوا عليهم بالمال أثناء التعليم، أنفقوا عليهم حتى وإن تداينتم. ولو ذيو سرا بل لا أفتخر به أن والدي عليه رحمة الله باع باءته من أجل أن نتعلم، أنا وبقية إخواني، وها أنتم ترون إلى أين وصلنا بالجد والمثابرة. وصية أخرى لأبنائي وبنات الخريجين، ستنتقلوا من منطقة ضيقة إلى منطقة أوسع، بمعنى سيكون معكم زملاء من جميع مناطق قطاع غزة، وسترون أشياء جديدة لم تتعودوا عليها وربما لم تروها من قبل. فلا تصادقوا إلا الأتقياء، لا تصادقوا إلا الشرفاء المواطنين الذين على راية عالية من العلم والشرف، ودعوكم من الفسدة ودعوكم من الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولله ضر القائل: إن الصديق كالصمصير، إما أن يسحبك إلى الأعلى إلى القمة، وإما أن ينزل بكم إلى الأسفل، فاحذروا النزول إلى الأسفل. والصديق هو مرآتك، إن كان الصديق طيبا ومحترما تنقل عنهم هذه الصفة، وبالتالي تكونون محترمين عند الناس وعند الله تبارك وتعالى. وجدوا واجتهدوا وكان الله في عونكم على السنوات العجاف القادمة التي يأتي بعدها الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.